وسيلة مشاركة مع الروح في حياتنا. ولذلك أول مستوى في هذه الأمانة هو مستوى جسدك. احفظ جسدك طاهرا. تقول لي يعني الحكاية دي مهمة قوي؟ أقول لك آه، هي دي البداية، دي أقرب حاجة عندك، دي أقرب شيء، ده الشيء الملموس. احفظ جسدك طاهرا، احفظه من خطايا كتيرة، من عادات وحشة، من ممارسات وحشة. اوعى لما ربنا يفتح عليك تستهين بالجسد. استهين بالجسد يعيش في عادات وحشة، يعيش في مناظر وحشة. استخدم الجسد غير الاستخدام الذي اراده الله، انه يساعد الروح ورفيق للروح في حياتي. لازم تحفظ جسدك نقيا، تحفظه حلو، تحفظه علشان يساعدك ويشاركك. ده الواحد لما يبقى عنده شوية صداع ولا شوية مغص ما يعرفش يقف يصلي. اوعى تستهين بهذا الجسد. على فكرة الله اعطانا اجسادنا لكي ما تساعدنا في حياتنا الروحية، ولذلك نحن في كنيستنا نكرم الجسد. لما شخص ربنا يديكم العمر الطويل ينتقل، بنحترم جدا الجسد، وتقوم الاجساد في وقت مجيء السيد المسيح وتتجمع. طبعا هو جسدك ده مش وزنه، والوزنة دي المسيح عطاها لك عشان تستخدمها صح ولا تستخدمها غلط. استخدم جسدك جيدا، بمشاعره، بإحساساته، بكل ما فيه. وصون هذا الجسد، صونه، احفظه. وعلشان كده كنيستنا فيها اصوام. تقول لي طب الصوم علاقته ايه بالجسد؟ اقول لك ده الصوم ده اقوى مهذب للجسد. نصوم مثلا كل يوم اسبوع الاربعاء والجمعة، نصوم في السنة الصيامات اللي انتوا عارفينها، والصيامات ده هي متدرجة في شدتها وفي نسكها، ونعلم الجسد انه ازاي يقول لا امام اي خطية، زي ما بيقول لا قدام الطعام. يقول لك انا صايم النهاردة، انا صايم الصوم ده، يوم ده تدريب. زي واحد كده عايز يتعلم رفع الاثقال، يوم يعمل تريننج او تدريب في عضلاته علشان يقدر يرفع وزن اثقل. انت في الصوم بتدرب الجسد، بتدربه جيدا، وتيجي الخطية قدامك تقول لا. انتوا عارفينه في العهد القديم، عندما جاءت الخطية امامه وقف كده وقفة اسد وقال ايه؟ كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ يوسف الصديق. في المقابل كان هناك من يلعب بجسده، وكانت النتيجة انه ضاع، واسمه كده كان يحمل معنى القوة، لكن بقت قوة في التراب، شمشون. جسدك اول حاجة تكون امين في الجسد. كل قصص الشهداء اللي نعرفها والشهيدات كانوا اناس امناء في اجسادهم. ما كانش في واحد عايش كده ومتأسف في التعبير يعني مدلع نفسه وسايب جسده وبيعمل خطايا وينفع يكون شهيد. مش ممكن. انتم تتذكرون معي تلك المرأة التي كانت تبيع جسدها، ولما راحت علشان تستغل وجود جموع في مدينة القدس او اورشليم، وجت تدخل من كنيسة القيامة في ايد منعتها. والقصة تكتمل لما تعرفوا انها القديسة مريم المصرية، وتابت وصارت انسانة تائبة، ونسميها كده مريم اللي من مصر.
ومريم المصرية نموذج رائع للتوبة، ولما تابت المسيح قبلها. احترس، كن امينا الى الموت. قول بس نمرة واحد: اكون امين في جسدي. نمرة اتنين: كن امينا في النفس. النفس اللي هي ايه بقى؟ النفس اللي هي نفس الانسان التي تحمل الوجدان والمشاعر والاحاسيس والعقلانية. نفس الانسان تحمل الغرائز، العواطف، الاتجاهات اللي جوه الانسان، الطبع بتاعك، كل ده تركيبة النفس. كن امينا في نفسك. حتى الكتاب يقول لنا احفظ نفسك طاهرا. ده اللي قال العبارة دي مين؟ القديس بولس الرسول، بيوصي بيها القديس تيمساوس تلميذه وكان اسقف. احفظ نفسك طاهرا. يقول لنا الكتاب كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. واخد باله الحياة مع المسيح يقولوا عليها انها ما هيش بلاي جراوند، ارض ملعب، هي باتل جراوند، يعني ارض معركة. واحد بيجاهد، واحد مش ماشي كده اي كلام، واحد بيجاهد في حياته. نفسك اضبط غرائزك، اضبطها، اضبط عواطفك. في واحد يقول لك مش عارف وقع في ايه، والعاطفة بتاعته يعني عنده كده العاطفة يعني لأي حد بأي صورة بأي شيء. اضبط هذه العواطف، اضبطها وخليها صح، خليها ماشية في الاتجاه الصح. اضبط اتجاهاتك. في واحد مثلا تلاقيه اله هو المال، ما دي في النفس شهوة، شهوة في داخله، والشهوة دي تخليه ما بيعرفش ينام، وباستمرار ماله قدامه هو الصنم، لدرجة ان مسيحنا القدوس يقول لا يستطيع احد ان يعبد ايه، يا كده يا كده بقى. يا رب المال تحطه قصادك، قول اه ده ممكن المال يبقى سيدك. اضبط ما تراه وما تستخدمه في الاجهزة الحديثة، كمبيوتر والنت والموبايل والحاجات اللي ويانا دي. اوعى تفتكر الخطية بقت سهلة قوي، ما هي ممكن تكون سهلة وتضيعك وتبقى كده زي واحد بيشرب مية. اضبط ما تراه، بتشوف ايه وبتسمع ايه وبتضيع وقتك فيه، استخدم وقتك ازاي. امال يعني هي الشهادة دي انسان عشان يبقى امين الى الموت وياخد اكليل الحياة حاجة رخيصة؟ لا طبعا، دي تمنها غالي. اضبط نفسك وعيش بالامانة مع نفسك. كما تعيش بالامانة مع جسدك، عيش بالامانة مع نفسك. ما هم الشهداء كده، يقول لنا في صلوات القداس يقول كده: الخطاه الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك، ومؤمنوك عدهم مع شهدائك، والذين ها هنا اجعلهم متشبهين بملائكتك. شوف كده، خطاه تابوا، مؤمنين، شهداء، اجعلهم متشابهين بملائكتك اللي هي الحياة الملائكية، الحياة السماوية. هقولهم تاني: خطاة صاروا تائبين، علوا، صاروا مؤمنين يعيشوا حياة الايمان، علوا كمان حياة الشهادة، واخيرا يصيروا في الحياة السماوية. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء.
اضبط نفسك. احيان الواحد وهو صغير نشأ في اسرة محروم، اسرة كانت محدودة الامكانيات، فكان مش كل حاجة متوفرة، وبعدين ربنا سمح وجيته هنا وربنا عطاك. يوم تيجي لابنك تقول يا اصل انا ابني مش عايز احرمه من حاجه، انا عايز اجيب له كل حاجه. يوم لما تعمل الحكايه دي تلاقي ابنك يضيع منك وبنتك تضيع منك. خد بالك، اصل زي ما بابا وماما يقولوا في التربيه لازم يقولوا لا. اصل اللا دي هي اللي بتساعد في واحد يضبط. انا فاكر ام من الامهات مسكت ابنها كبر كده شوية صغيرين 4 5 6 7 سنين ونازلة رايحة مشوار، قالت له في المشوار ده كانت قبل كده بالله ماما عايز كذا تجيب له، ماما عايز كذا، طول ما هم ماشيين على ما يخلصوا المشوار تكون جابت له 5 6 حاجات. جت بقى تتعلم الضبط من الصغر. تقوم قايله له ايه؟ هننزل المشوار بس ليك تختار حاجه واحده. فيجي الولد كده قدام الايس كريم، لا استنى، يمشي شويه يجي قدام بسكوته بيحبها لغايه ما يجي قدام حاجه ايوه عايز دي. التدريب ده يا اخواتي بنعلمه لاولادنا وبناتنا الصغيرين علشان يعرف يضبط نفسه. لازم بنصوم زي ما قلت في امانه الجسد، بنصوم عشان نعرف نضبط نفسنا. اوعى تفتكر الصيام ده يعني بيضيع الناس، ولا الاطفال ما ينفعش يصوموا، ولا حرام نحرمهم، ولا انت يا كبير الصوم عندك مش مهم. ابدا، ده الصوم هو اللي يحفظك، والصوم هو اللي يقويك في هذا التدريب. كن امينا في نفسك. انا قلت الجسد وقلت النفس. كمان نمرة ثلاثة، كن امينا في فكرك. عقلنا ده من العقل، مش كده برضو بيقولوا العقل ايه؟ بس احيانا ما كانش زينة هنضيع الواحد، مش كده؟ واحيانا الواحد يجي يقول ايه، هو عقلك كان فين؟ هو انت اللي عملته ده عملته ليه؟ كلكم فاكرين الابن الضال عقله ضيعه في الاول، جه في يوم وقال لابوه، قال له اديني نصيبي، انت في عينيا كانك ميت، انا عايز الورثه بتاعتي. يا ابني يا حبيبي اهدى، اعقل، فكر، ما يصحش، فيش فايده. الواد مصمم، طيب خد نصيبه وخرج، وحس كده انه ترك السجن وانطلق الى الحرية. وبعدين بعد وقت طويل لغاية ما حياته بقت مع الخنازير ابتدى يقول ايه العيشة المرة اللي انا عايشها دي، ايه العيشة المؤلمة اللي انا عايش فيها دي، اقوم الان واذهب الى ابي واقول له اخطأت يا ابتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا، بل اجعلني كاحد اجرائك. وقام ورجع. عقل، في عقل يضيع، في عقل. اظن اي ابونا من الاباء الموجودين والاباء الاسافة احيانا ينصحوا واحد وما يسمعش الكلام، بيبقى ماشي بهواه وماشي بعقله لغاية ما يضيع، لغاية ما يضيع خالص. كن امينا في عقلك، فكرك. ما هو كل فكرة بتخش مخك بتتحول لعمل، والعمل يتحول لعادة، والعادة تتحول لمصير، وتبقى حياتك في النهاية تضيع. عارفين القديس انبا انطونيوس اب الرهبان له عبارة جميلة قوي، يقول لك ايه؟ اتعب نفسك في القراءة لأنها تخلصك من النجاسة. مرة واحد جه قال لي أنا عندي أفكار وحشة كتير، مخي مليان أفكار وحشة كتير.
فقلت له عايز اسألك سؤال بيني وبينك، بتقرأ الانجيل؟ بص لي كده وحط وشه في الارض، تقرأ الانجيل؟ طبعا واحد ما بيقراش الانجيل هتكون النتيجة ان مخه يعشش فيه تعابين وافكار وحشة. هل انت امين في عقلك؟ ايه اللي جوه عقلك؟ ايه اللي جوه فكرك؟ بتفكر ازاي؟ بتفكر ازاي؟ عقلك ايه اللي فيه؟ ايه تصوراتك؟ ايه خيالاتك؟ ايه اللي بتدخله في عقلك؟ بتدخل افكار عالمية؟ بتدخل بتقعد تتفرج على حاجات تساوي وما تساويش؟ بتضيع عينيك وتضيع فكرك وتضيع خيالك النقي، بتضيعه في تفاهات؟ هل بتفكر في السماء ولا كل تفكيرك في الارض في التراب؟ عملت كده وخليت كده وسويت كده وكنت كده وبقيت كده، ولا بتفكر في السماء؟ هل السماء حاضرة قدامك؟ هل السماء انت مشغول بيها؟ شوفوا كل ابائنا الشهداء كانوا مشغولين بالسماء خالص، مش مشغول بحاجة تانية، هي السماء. ويقف كده واحد زي القديس استفانوس اول الشهداء يقف يقول له اقبل روحي، ويقف ويقول لنا الكتاب ان صار وجهه كوجه ملاك في لحظات الاستشهاد، عينه مفتوحة على السماء، السماء منعكسة على وجهه فصار وجهه كأنه وجه ملاك. انجيلك، قراءتك الروحية، قراءتك النقية، في قراءات متعبة للإنسان، في مشاهد مؤلمة للإنسان متعبة، خلي اللي يدخل فكرك، خلي فكرك حلو. من الحاجات الجميلة يا أحباء اللي تحفظ بيها فكرك نقيا ما نسميه بالصلاة القصيرة، يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي. وده تدريب الصلاة القصيرة اللي بيقعد الإنسان يصليها مئات المرات كل يوم، وانت بتشتغل، وانت راكب وسيلة المواصلات، وانت واقفة في المطبخ، وانت بتشتغلي، وانت ماشي في الشارع، وانت طالع على السلم، وانت داخل سريرك عشان تنام، يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي، يا رب يسوع المسيح ارحمني، وتكررها، تقوم تكررها، يحفظ فكرك نقيا. على رأي عروس النشيد تقول انا نائمة وقلبي مستيقظ مليان بذكرك يا رب. ويجي كده في التسبحة اول كلمة في التسبحة بتاعت نص الليل يقول قوموا يا بني النور، قلبنا منور، فكرنا منور. بعيد عنكم في واحد يبقى عقله ضلمة او عقله ضيق، وفي واحد يبقى ربنا يحفظكم يقولوا عليه فلان ده اعمى القلب، يا تعبير وحش قوي. وفي واحد عقله مستنير ممسوح بنعمة الروح القدس، امين في افكاره، حتى لما يجي يتكلم الكلمة منه تتوزن. يقول لنا الكتاب كده لغتك تظهرك كلام. في واحد احيانا اقعد ويا طفل صغير كده 10-12 سنة يقول كلام تحس انه كأنه راجل صغير، وحين تقعد واحد كبير قول ايه الشخص الفاضي ده، عقله فاضي وفكره فاضي وفكره شارد وبعيد خالص، ما بيعرفش يفكر، ما بيعرفش يحكم على الامور. ايه اللي يديك هذه الاستنارة اكتر من انجيلك؟ ايه يحفظك امين اكتر من انجيلك؟ أبائنا الشهداء في لحظات استشهادهم كانوا يكررون عبارات من الكتاب المقدس، يحفظوا ويقولوا عبارات كتيرة حافظينها آيات. هو تفتكر لما بتعلم أولادك الصغيرين آيات من الكتاب، في أب وأم كده يمسكوا ابنهم وبنتهم وهم صغيرين يبتدوا يعلموهم آيات من الكتاب،
مرة آية على حروف اسمه، وأحيانا يعملوها كده بأشكال جميلة، يعمل شكل زي قلب ويجيب شريط كبير حفظ آية النهاردة، يقوم حاطط له القلب ده ومكتوب فيه الآية، وبعد كده آية تانية وآية تالتة، ويلزق الشريط ده جنبه على السرير، يوم الطفل هو رايح وهو جاي على طول عمال يتعلم ويحفظ ويردد. بابا وماما في البيت كلامهم كلام نقي، يوم يحفظ أمانتهم الأمانة العقلية. عارفين القصة إياها مشهورة، الولد الصغير اللي قاعد وبابا جنبه، جه تليفون وبعدين بيسأله، بيقول له بابا هنا، فبيقول له واحد عايزك، قال له قول له مش موجود، فرد عليه قال له ايه بابا، بيقول لك ايه مش موجود. شفتوا بقى الامانة بشكلها ايه، بيعلموا ايه ده. ولا الست اللي كانت قاعدة ماما وجت جارتها، وجه الواد الصغير وجارته قاعدة، دي الجارة دي قاعدة طنط، وعمال يلف حواليها، لف حبيبي في ايه، قال لها اصل ماما بتقول عليك بوشين، بدور على الوش التاني. مش كده، بانه كان صعيدي ولا ايه. واخدين بالكم، من فضلك احفظ، احفظ فكرك نقيا. مرة من المرات الآباء الرهبان طبعا بيحفظوا آيات كتيرة في الإنجيل، فمرة كان في راهب تعبان مريض يعني، وجاي راهب دكتور هيديله حقنة، فالعيان خايف من الحقنة، فالدكتور ماسك كده الراهب ماسك الحقنة وعمال يعني يفضيها من الهواء ويظبطها علشان هو التاني واقف يرتعش، فحب يدعبه كده، فقال له ايه، ان شك فيك الجميع انا لا اشك، بس طبعا شك عن شك يفرق، مش كده برضو، شك عن شك يفرق. خلي فكرك حلو. اول امانة، امانة على مستوى الجسد. اثنين، امانة على مستوى النفس. ثلاثة، امانة على مستوى العقل. اربعة الجديدة بقى، امانة على مستوى الروح. امين روحيا، الانسان الذي ينقي قلبه دائما، الانسان اللي مش عايز قلبه تبيت فيه خطية. كلكم حافظين آية حلوة بتقول ايه، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. نقاوة القلب. في قصص القديسين نسمع عن القديسة بائسة. بائسة كانت في بداية حياتها إنسانة ساقطة، وكانت عايشة في بيت من بيوت الشر، وبعدين كانت تسقط كثيرين، فراح لها واحد من القديسين كده اسمه القديس يوحنا القصير، وخبط على الباب، ففتحوا الباب، فوجئوا بهذا الناسك الزاهد واقف قدامها، قدام واحدة من اللي في البيت ده، يقول لها أين سيدتك؟ فدخلت تكلم سيدتها اللي هي بائسة، ودخلت تكلم وتقول لها فلان القديس على الباب جاي بيت الشر. فهي اتلخبطت كده، تقول لنا القصة انها خرجت بلا غطا على راسها، شربة او منديل او حاجة، وما لبستش حاجة في رجليها. اول ما شافها قال لها كده، هو انت مش هتبطلي الشر اللي بتعمليه ده، مش هتتوبي؟ ارتعبت، وكلماته كانت كلمات من الروح، ابتدت تخاف، قالت طب خلاص خدني وياك. قال لها بستخدمك بالمنظر ده يعني ما يصحش، استوري شعرك والبسي حاجة في رجلك. وقالت له لا، مش هدخل مكان الشر مرة تانية، وصممت انها تخرج وياه حافية وتمشي في الشارع كأنها مجنونة، شعرها المنكوش، وهو حس انه انتصر وانقذ انسان ولا نفس من الهلاك.
كانت القصة بتقول وهي ماشية، طبعا الطرق زمان ما كانتش مسفلتة وجميلة ونظيفة زي اللي عندنا، ده ماشية في البرية، فالطرق كان فيها الشوك اللي بيطلع في الصحراء ده، وهي ماشية كانت رجلها بتدوس على الشوك، فكان في قطرات من الدم، لكن فضلت ماشية. قال لها سبقك قليلا ورايح رايح لغاية في اتجاه الدير، وهو في قمة الشعور بانه انتصر وقدر ينقذ نفس من الهلاك، بيبص وراه لقاها ماتت. يا ماتت، تخيلوا كده، وهي لو كانت اخرت توبتها دي نص ساعة او قالت له طب معلش فوت عليا بكرة انا هبقى جاهزة، كان زمانها راحت. ورجع ديره وهو متعجب، وابتدى يحكي القصة للآباء، وابتدوا يصلوا عشان يعرفوا ايه يكون البنت دي او الاخت دي ايه اللي حصل لها، وعرفوا من خلال السماء وملائكة السماء ان توبتها قد قبلت. لو كانت اخرت التوبة وقت صغير كان زمانها ضاع. الانسان الامين روحيا هو انسان ينقي قلبه كل يوم، ويخلي قلبه دايما مستعد منور. هو خادم، هو انسان بهذا القلب يستطيع ان يخدم بقلبه النقي ده، وقلبه النقي ده باين في كلامه وباين في نظرات عينيه وباين في تصرفاته وباين في علاقاته، وباين قلب نقي حلو تقعد وياه ترتاح. والأمير روحيا كده. وقصص الشهداء والقديسين جذبت آلاف من الناس، آلاف من الناس. نسمع عن شهداء سباستية، دي منطقة كده في مناطق الشام عند فلسطين ولبنان، وشهداء سباستية ده هي نسمع انهم لما جم يستشهدوا فحطوهم فيه زي ما تقولوا بحيرة مجمدة ثلج عشان يموتوا من البرد، وبعدين واحد خاف ما قدرش ينزل، فواحد من الجنود اللي كانوا موجودين شاف ملاك كده شايل اكليل، كل واحد كان يستشهد في هذه البحيرة بتاع الثلج يجيله اكليل اكليل، فضل ملاك ماسك اكليل مش عارف يوديه فين، مش لاقي له صاحب. فواحد من الجنود اللي كانوا بيضطهدوا هؤلاء ألقى بنفسه في بحيرة التلج عشان ينال هذا الإكليل. ما هو كن أمينا إلى الموت سأعطيك إكليل الحياة، أمانتك الروحية. لما جيتوا البلاد دهية عشان تشتغلوا عشان تعيشوا عشان تدرسوا عشان تكونوا أسر عشان كل الأهداف الجميلة الحلوة دي، لكن لازم تكون قلبك منور، ولازم تكون حافظ حياتك نقية، وتكون روحك دائما تائبة. عشان كده بنسعى ان احنا نعمل كنايس ونرسم اباء ويخدموا خدام وخادمات، ونسعى ونشوف علشان ما فيش نفس تقف قدام ربنا تقول ما حدش توبني، ما كانش في كنيسة، ما كانش في اسرار، ما كانش في اب كاهن امارس سر الاعتراف وياه، ما كانش في سر التناول اللي غزيني. نحاول نعمل كل حاجة، مش قادرين نعمل كنيسة بنأجر كنيسة لغاية ما تعملوا كنيسة وتتشطروا وتعملوها. في اي مكان كانوا زمان ممكن يصلوا في الحقول، فيش مبادي خالص، كانوا يصلوا في المقابر. اجتهد انك تكون امين روحيا. اخر حاجة، ما انا قلت لك خمسة في الاول، واحد امين جسدي، واثنين على مستوى النفس، وثلاثة على مستوى العقل، واربعة على مستوى الروح. نمرة خمسة بقى والاخيرة، كن امين اجتماعيا. كن امين في المجتمع اللي انت فيه، اي مجتمع هتعيش فيه.
ربما لما كنت في مصر عايش في وسط العيلة والأسرة العدد الكبير، هنا عمام وهنا خلان وهنا قرايب وهنا معارف هنا أصحاب، ربما كنت تعيش في بلد صغيرة في قرية أو في مدينة، ربما جيت هنا بقيت بقى حر كده ومحدش شايفك. اوعى السكينة تسرعك، كن أمين في المجتمع اللي انت فيه، أمين في شغلك في العمل اللي انت بتعمله، كن أمين إلى أقصى درجة، أمين في الورق بتاعك، الورق اللي بتعيش بيه، مستنداتك ورقك الخاص لازم تكون أمين، أمين في معاملاتك الاجتماعية، سلوكك بمحبة، لك علاقات جيدة، عارف يعني ايه صديق حلو وعارف يعني ايه صديق مش حلو، كن أمين إن كنت بتدرس، أمين في دراستك الدراسة بتاعتك، أمانتك الاجتماعية، يبان صورتك كده إنك إنسان منشأك مصري أو سوري أو عراقي أو لبناني أو من أي مكان، جيت تعيش في بلاد هنا حلوة عشت، لكن جذورك هناك بتحافظ على كده وصورتك الحلوة وأمانتك الاجتماعية. أحكي لكم على قصة لطيفة قوي. في بلد من البلاد هو راح يشتغل هناك نقاش، عارفين نقاش، فراح واحد قال له ممكن تيجي تعمل نقاشة في البيت بتاعي، قال له اه، قال له تاخد منك وقت قد ايه، قال له تاخد 20 يوم. واحد راح الولد المسيحي ده يشتغل بكل أمانة، اشتغل في وقت كويس وبيعمل حاجة بإتقان، في اليوم ال18 جه صاحب الفيلا دي اتخانق وياه وطرده وتلكك له على حاجة كده ملهاش معنى عشان يطرده وما يدلوش أجرته. كويس، مش الولد وروح يوميها زعلان قوي النقاش ده، وراح له تاني يوم قال له ممكن اكمل النقاش اليومين اللي باقيين، فصاحب الفيلا دخل اللي بيلعب في عبه ده بيسموه ايه، الفار، اه كويس، ايه اللي ده انا طردته امبارح ومش هديله اجرته، جاي النهارده يكمل يومين اخره، قال له هكمل اليومين، هكمل الشغلانه اللي انا اتفقت عليها بس مش عايز اجره. التاني ما صدقش، قد بس ده جاي يعمل فيا مقلب، جاي يبوظ الشغل، جاي يعمل اي حاجه، قعد له قعد على ايديه. في التاني اليومين، في اليوم الاول ابتدى يكمل، اليوم ال20 كمل الشغل زي الفل وخد بعضه وماشي. الراجل واقف متعجب، ايه اللي بيعمله الاخ ده، ايه اللي انت عملته ده، قال انا اتفقت وياك على حاجة ولازم اكملها للاخر، انت مش عايز تديني او تديني ده انت حر، لكن انا عملت اللي عليا. الرجل صاحب المكان وقف ولم يرى انسانا امينا بهذه الصورة، اتقلبت الصورة تماما، قال له الامانتك دي انا عايزك تيجي تمسك كل اعمالي، وكان ساري وعنده مشروعات كتير، تمسك كل اعمالي وتدير كل اعمالي وانا من النهارده واثق فيك تماما. ما كانش يعرف ان امانته هتديله اكتر واكتر. اه الامانه الاجتماعيه، قلت لك الامانه الجسديه والامانه النفسيه والامانه العقليه والامانه الروحيه، ودي الأمانة الاجتماعية، ما احنا عايشين في مجتمع. هو وهي اتجوزوا، ما دام ارتبطوا بهذه الزيجة يجب أن يكون الطرفين أمناء على بعض، ما هو اللي اختار وهي اللي اختارت، ما حدش ضربه على ايده ولا على ايدها، ان كل واحد يقبل الطرف الثاني. ازاي يكون أمين؟ في واحد يجي بلاد حلوة زي هنا ويستغل القوانين اللي فيها انسان ويفتكر انه كده بقى شاطر، ابدا مش ممكن،
وفي واحد ماشيها صح في امانته الاجتماعية جوه اسرته، في تربية اولاده وبناته، في حياته، في صداقاته، في علاقاته، في امانة، في امانة في خدمته، في الخدمة اللي بيعملها، وهكذا. هذه الامانة، كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياة. حط الاية دي قدامك، اكتبها عندك. وابانا الشهداء وامهاتنا الشهيدات كانت هذه الاية مش حاضرة قدام عينيهم، كانت في قلبهم، والاخر لحظة يعيشون فيها الامانة. ونشكر ربنا ان احنا في احداث شهداء جدد شفناهم ازاي كانوا امناء هم في بلاد غربة خالص، وازاي ان حتى اهليهم الكرام وهم بعد الاحداث وبعد الحكايات دهيت، لما يجي حد يسألهم على اللي تسببوا في استشهاد اولادهم يقول ربنا يسامحهم وبس، ما يقولش حاجة تانية. طب بتكرههم؟ لا، ما بتكرهش حد، ربنا يسامح. حتى الاهل اللي اهل الشهداء واسر الشهداء دول، وكلهم اسر بسيطة وصغيرة، يقولوا ايه؟ ربنا يسامحهم. في امانة اجتماعية. من فضلك احفظ نفسك، احفظ نفسك، وكن امين في حياتك في كل يوم، وخلي الامانة شعار للسنة الجديدة اللي احنا ابتديناها من يوم السبت اللي فات. خلي الامانة هو ده الشعار، حطه قدامك وقول انا هجتهد يوميا ان انا اكون امين الى الموت لكي ما انال اكليل الحياة. ربنا يحافظ عليكم ويبارك في حياتكم وخدمة نيافة انباء بكير والاباء الكهنة الاحباء وياه، وطبعا زي ما اشار انباء بكير ويانا نيافة انباء كرولوس ونيافة انباء توماس والاباء الكهنة. ربنا يبارك خدمة ويبارك في حياتكم كل يوم، وفي عملكم وفي اسركم وفي اولادكم وفي بناتكم وفي رزقكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. أمين. الليل يا زكسابتري.